جديدة من ضفاف على شاشة العربي 2. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وتحية لك خالد. أمسية عطرة لك آلاء ولكم مشاهدينا. كالعادة نواكب في ضفاف مواضيع ثقافية وأخرى فنية، وتتابعون معنا اليوم. ب 125 عرضا انطلاق الدورة 25 من أيام قرطاج المسرحية. هي فعاليات متنوعة تحت شعار المسرح مقاومة والفن حياة. معرض بين نظرة ونظرة، جيروم فن وأثر في المتحف العربي للفن الحديث بالدوحة. يعيد النظر في أعمال الفنان الفرنسي جون جيروم ويستكشف تأثيره في الحركة الاستشراقية. ومعاناة الشعب الفلسطيني موضوع معرض فني في عمان. 91 فنانا يشاركون في معرض ريشة وقضية 2. كانت هذه أبرز المواضيع مشاهدينا، وبداية حلقتنا ستكون مع أيام قرطاج المسرحية في تونس. ابقوا معنا. البداية إذن من على خشبة المسرح البلدي في العاصمة تونس، حيث افتتحت أيام قرطاج المسرحية. افتتحت آلاء بعرض عالمي أول من الصين يحمل عنوان عودة النجم. نعم، الدورة 25 من أيام قرطاج المسرحية تعد استثنائية على صعيد المشاركات الدولية، فالجمهور على موعد مع 125 عرضا مسرحيا من 32 بلدا. هذه هي العروض مشاهدينا تندرج ضمن أقسام عدة، إذ يتنافس 12 عرضا في المسابقة الرسمية، فيما يقدم 35 عرضا مسرحيا يقدم في الأقسام الموازية، هذا فضلا عن 13 عرضا في قسم المسرح أو مسرح العالم، وعرضين اثنين في تعبيرات مسرحية، وعشرة عروض موجهة لمسرح الطفل. ومن المهم أيضا الإشارة إلى أن المهرجان ينظم ندوات فكرية أبرزها تلك التي تحمل عنوان المسرح والإبادة والمقاومة نحو أفق إنسي جديد. تفاصيل عديدة مشاهدينا تحملها دورة جديدة من أيام قرطاج المسرحية، لكن دعونا الآن نتابع جانبا من حفل الافتتاح. المسرح ككل هو يعني فعل مقاومة قادر على أنه يقرأ الواقع ويستشرف المستقبل ويقدم وجبات فكرية ذكية كبيرة للمواطن العربي، ومنها أيام قرطاج المسرحية اللي دائما تتحفنا بقراءتها لهذا الواقع وبتقدم تجارب المسرحية المحلية والدولية والعربية اللي أيضا فيها نبض الشارع. معناها بمواكبتي ل 25 دورة وكنت مع المنصب السويسي منذ التأسيس، كل المسرحيات التي توجت أو التي اعتبرت أن فيها نفس مسرحي جديد كانت تهتم بالقضايا العربية وتهتم أيضا بالقضية الفلسطينية، فقضية الإنسان لم تمحي من أي عرض مسرحي متميز. راهي ليلة تغشت وفرحت، مش تغشت تكها. التظاهرة المسرحية الأهم والأعرق بالمنطقة المتوسطية العربية والإفريقية، وهي تبلغ سنتها 41 منذ انبعاثها، ذلك أن للمسرح جذورا ضاربة في تربة تونس الخضراء، ليكون على مختلف تعبيراته صوتا للحق والجمال ومساندة للقضايا الإنسانية العادلة. ولئن تنتظم هذه الدورة في ظرف إنساني عالمي صعب يعاني فيه أشقاؤنا الفلسطينيون.
هذا إذن آلاء عن الافتتاح. وكما هو معلوم مشاهدينا، كل مهرجان حول العالم يلتفت لتكريم أسماء بارزة. يشهد هذا المهرجان العريق في تونس تكريم عدد من الشخصيات التي قدمت الكثير للمسرح العربي. نذكر هنا آلاء أمال البكوش وجيها الجندوبي وفاطمة البحري من تونس، هذا إلى جانب سامي عبد اللطيف الجمعان من السعودية. نعم، وفي قسم العروض التونسية تبرز مسرحية بعنوان شكون من إخراج وتمثيل محمد شوقي خوجة وندرة التومي. طبعا كلمة شكون يا شقائنا المشارقة تعني من باللهجات المغاربية. كان العرض التونسي شكون مشاهدينا قد نال جائزة أفضل عمل متكامل في مهرجان مسرح الرحالة الدولي بالأردن. هذا في الأردن، أما في مصر وتحديدا في مهرجان الإسكندرية المسرحية الدولي في دورته الأخيرة، ففازت نادرة التومي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في العمل المسرحي نفسه. نتابع مشاهدينا مقاطع من عرض شكون، ثم لنا عودة للحديث والنقاش مع المخرجة والممثلة المسرحية التونسية نادرة التومي. ومن العاصمة تونس نرحب بضيفتنا نادرة التومي. أهلا ومرحبا بك معنا في ضفاف سيدة نادرة. وبداية يعني اللافت هذا العدد الكبير من الأعمال المسرحية المبرمجة في هذه الدورة من أيام قرطاج المسرحية، برأيك هل هذا يشير إلى تعافي المهرجان وعودته إلى ريادة مهرجانات المسرح على المستوى العربي؟ عسلامة ومرحبا بكم. طبعا أيام قرطاج المسرحية هي أيام مهرجان عريق وعريق جدا، هذه دورته 25. طبعا دائما مهرجان أيام قرطاج المسرحية الحق هو رائد ومن أعرق المهرجانات في العالم العربي، رغم حتى إذا كان في دورات في أحد معناها في بعض الدورات ينجم يكون هناك ما فماش توفيق في الاختيار وفي اختيار العروض طبعا، ولا لكن ديما يقعد هو رائد، وخاصة سنة دورته 25 فيها برشا عروض مختلفة ومتنوعة من البلدان العربية ومن البلدان الأجنبية، ويعني دائما يتميز بكم والكيف، مهم جدا في من العروض المسرحية. السيدة نادرة تومي، هناك العديد من الأسئلة التي تراودني بهذا الخصوص، يعني سبق لكم تقديم عرض شكون في مهرجان المسرح التونسي في دورته الثانية، وقبلها طبعا عروض أخرى في عدد من البلدان العربية. سؤالي، ما رمزية مشاركتكم في قسم العروض التونسية في أيام قرطاج السينمائية؟ طبعا يفرحنا برشا أن نكون موجودين في مهرجان أيام قرطاج المسرحية في قسم العروض التونسية بعرضنا بيليكول شكون. شكون كيف ما قلت أنتم مسرحية ثنائية ديو درام، تمثيل وإخراج نادرة التومي محمد شوقي خوجة. طبعا فرحانين برشا أن نكونوا متواجدين، لأنه جمهور أيام قرطاج المسرحية جمهور مختلف تماما، فما العديد معناها تكون جمهور غفير جدا، يكون من وسط العاصمة ومن خارج العاصمة. طبعا هناك زاد الجمهور اللي يجيو من خلال الضيوف اللي يجيونا ويشرفونا من البلدان العربية وحتى البلدان الأجنبية، فيكون عنده نكهة خاصة العرض في أيام قرطاج المسرحية، فهذا شرف لنا أن نكون متواجدين بشكون. كنا كما قلت سابقا كنا في مهرجانات عربية، كان مهرجان الرحالة الأردني، مهرجان الدولي الأردني، كنا قد فزنا بجائزة العمل المتكامل، وأنا توجت بجائزة أحسن أداء نسائي مناصفة مع صديقتنا نادية عبيد تونسية زادة. محمد شوقي خوجة زادة جائزة أحسن ممثل مع مناصفة مع الأخوان ملص
موجودين معنا زاد لهنا في أيام قرطاج المسرحية مشي نشوفوا العرض نتاعهم. ثم بعد ذلك شدينا الريحة إلى مهرجان الإسكندرية الدولي، وكان تتويج بأحسن ممثلة خديتو. نعم جميل جميل. ممثلة في هذا المهرجان. سيدة نادرة، يعني حدثينا أكثر عن هذه الثنائية في العرض المسرحي، شكون بين طبعا نادرة التومي ومحمد شوقي خوجة إخراجا وتمثيلا، كيف كانت؟ والله تجربة جديدة بالنسبة لي، تجربة كانت رهان، تحدي ورهان في نفس الوقت، لأني أنا دائما كنت يعني أنا ممثلة بالأساس، عندي بعض التجارب في مساعدة الإخراج أو، لكن أول مرة كمخرجة معناها، وخاصة ثنائي يعني أنا ومحمد شوقي، هو كاتب النص، محمد شوقي خوجة كاتب النص، اقترح علي الفكرة ومشينا ومع بعضنا شدينا طريق، قلنا يلا نشتغل، قمنا بالإخراج وبالتمثيل. كانت معنا طبعا مساعدة إخراج ابتسام سوف، هي اللي كانت العين الخارجية يعني اللي كانت تقوم تصور لنا وتوثق الأشياء باش من بعد نرجعوا لها ونجموا نصلح ونخدموا، لأنه صعب جدا كممثل ومخرج في نفس الوقت. طبعا عنا معنا زاد التقنيين، تقنيين إضاءة وتقنيين صوت معنا كانوا مساهمين في العمل، هو عمل من إنتاج شركة عين بالقيروان. كانت تجربة صعيبة وفي نفس الوقت جديدة بالنسبة لي، قلت لك رهان، والحمد لله التوج بجوائز وطبعا قبول زاد نوع من الجمهور الحمد لله، هذا المسناه في مهرجان اللي قبل أيام قرطاج المسرحية، في أيام مهرجان الأسبوع المسرح التونسي بالمسرح الوطني، كان عنا عرض زاد غديكا وكان جمهور غفير حضر للعرض وعملنا بعد نقاش، فكانت الحقيقة الأصداء طيبة وطيبة جدا. وعندنا إن شاء الله عرض بالأيام كارتاج إن شاء الله نهار 27 نوفمبر على الساعة 4 مساء بقاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة. لكن قبل يعني هذا سيدة نادرة تجربة، لكن قبل هذا صراحة كلامك يعني حمسني للغوص في عمق الطرح الذي يخوض فيه هذا العرض المسرحي. طبعا هو عرض في ظاهره يحكي قضية تحقيق في جريمة قتل، هذا واضح، لكنه في الحقيقة يغوص في خبايا النفس البشرية وتعقيدات العلاقات الإنسانية. ما الذي أردتم أو أردتما قوله من خلال هذه المسرحية؟ والله أنت قلت المسرحية، قلنا هي ديودرا تحكي على الثنائية، ثنائية العلاقات المتناقضة في الظاهر اللي هي عملية تحقيق في جريمة قتل، ولكن في الباطن هي مسار كامل لاكتشاف ماهية الذات وخبايا النفس البشرية، البحث في كينونة الذات، في المسكوت عنه داخل الإنسان. فكانت جريمة القتل هي تعلة لطرح هذه المواضيع وللغوص والتعمق في صبر أغوار النفس البشرية بما تعيشه من تناقضات، من أفكار، ذاكرتها، حياتها، يعني كل هذا تناولناه في المسرحية. كانت العملية هو البحث عن من قتل من، عملية القتل، لكن احنا القتل المادي المتعارف عليه اللي هو قتل مجرم ويجب ان يكون هناك معناها دليل ووقائع، لكن احنا اللي همنا هو القتل المعنوي. القتل المعنوي اللي هو يخلي هناك مقتول معنوي وقاتل معنوي جديد. القتل المعنوي بمعنى انسان يقوم بإزهاق روح إنسان آخر دون المساس بجسده وبحتى عضو من أعضاء جسده، ولكن يمس بروحه. نعم. يخلي عنده انفعالات ومشاعر اللي تمس بروحه الداخلية وتخليه يولي يشعر بالاكتئاب واليأس وتوصل به حتى للانتحار. يعني كلام عميق سيدة نادرة، يعني وبحديثك عن هذا العمق في الطرح وما تقدمه مسرحية شكون، ما هي نظرتك إلى المسرح بشكل عام؟ يعني هل يمكن القول أنك تتبنين المسرح الفلسفي المعقد وليس صاحب الرسائل المباشرة؟ طبعا المسرح بالنسبة لي أنا ساعة المسرح حياة، هو الحياة، الفن، الجمال، المسرح مقاومة، نقاوم بالكلمة، بالفعل النبيل، بالحركة، بالموسيقى، بكل ما يجمع هذا المسرح أبو الفنون، الفن الرابع هو أبو الفنون. فالمسرح بالنسبة لي أنا حياة، هو زاد لقاء بين ممثل وجمهور واعي في مكان وزمان محدد للخروج بمتعة فكرية وجمالية.
ثم اني نتبنى طبعا اللي انا ما بنحبش الطرح المباشر هذا، حتى انا وزاد وصديقي طبعا في وشريكي في الاخراج وفي التمثيل محمد شوقي خوجة، لان نفس التوجه هيك، علاش نجمنا نقود نفس السفينه اللي هي المسرحيه ونوصل بها الى بر الامان نوعا ما. فهذه نحب العمق الفلسفي، فانا يزن نحب الحاجات الاشياء التي تثير التساؤل. فمن قبل نحب ياسر تساؤلات الإنسان، الثنائيات والجدلية بين الخير والشر، الحياة الموت، المرأة الرجل. فهنا أكثر حاجة كانت تثيرني سؤال كان توماس هوبز فيلسوف، الإنسان شرير بطبعه، وكان جون جاك روسو الإنسان خير بطبعه، يعني سيدة. فكانت هذه فكرة دائما تطرح مهمة. عندي تساؤلات، يعني طرح عميق. هذا يدفعنا للتساؤل. أنت تحدثت عن سفينة، أنت تحدثت عن سفينة المسرحية، ولكن نتساءل أنا وألا عن سفينة المسرح التونسي. برأيك أين يتموقع المسرح التونسي عربيا؟ يعني خصوصا وأن المسرحية توجت سابقا في الأردن، كما أنك فزتي كما أسلفنا الذكر بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان إسكندرية، وأيضا زميلك المخرج الممثل كانت له تتويجات أيضا كأحسن ممثل. نعم والله المسرح التونسي دائما الحقيقة معناها هذه بشهادة الجميع وبشهادة زادة أصحابنا وأصدقائنا العرب في كل ما نمشي في مهرجان، هو رائد يعني مهم ومهم جدا، وحضوره وهذا اللي يدل عليه أنه دائما حاضر وموجود في المهرجانات العربية، يعني المهرجانات العربية الكل تقريبا. فالمسرح يطرح برشا تساؤلات، يتجدد متجدد، ويبحث، نبحث عن الحقيقة، لأن الحقيقة كفكرة مجردة، الحقيقة حقائق، يعني كيف ما طرحناها في المسرح بصفة عامة، كيف حتى في مسرحيتنا شكون على نبحث عن الحقيقة، عن ماهية الحقيقة، الحقيقة كفكرة مجردة مش الحقيقة كوقائع. فالحقيقة حقائق من زوايا نظر مختلفة، من زوايا نظر الممثل أو من زوايا نظر الجمهور. فهذيك شنو كانت رهاننا ديجا احنا في مسرحية شكون، ونظن انها وصلت الفكرة، لذلك نعم. كنا من المتوجين. نعم. والحمد شكراً لله في هذه المهرجانات. يعني شكرا لك على هذه المشاركة، ونتمنى لكم كل التوفيق في العروض القادمة. سيدة نادرة تومي الممثلة والمخرجة المسرحية، كنت معنا من تونس. أما الآن مشاهدينا فاصل قصير، وبعده نستقبل فقرات اليوم من ضفاف. كنوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نعرف لا أنك مهوسة بالمعارض، ما رأيك لو أخذك أنت والسادة المتابعين وسيدات المشاهدات في معرض فني يحض على التفكير والتساؤل يستضيفه المتحف العربي للفن الحديث هنا بالدوحة، هذا بالتعاون مع متحف لوسيل الذي لا يزال قيد الإنشاء. صحيح خالد، المعرض بعنوان بين نظرة ونظرة، جيروم فن وأثر، ويسلط الضوء على فن وإرث الرسام والنحات الفرنسي جون ليون جيروم الذي توفي عام 1904. للمهتمين الفرصة طبعا متاحة، يستمر هذا المعرض حتى فبراير 2025، يضم نحو 400 عمل فني منها مختارات واسعة من مجموعة متحف لوسيل منقطعة النظير في الفن الاستشراقي، بينها لوحات ورسوم أوروبية لمشاهد من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا في الحقبة الزمنية الممتدة من القرن السادس عشر وصولا إلى القرن التاسع عشر ميلادي. نعم خالد، كما يضم هذا المعرض أعمالا مهمة معارة من مقتنيات متاحف قطر العامة ومجموعات مقتنيات مؤسسات عالمية مرموقة مثل متحف متروبوليتن في نيويورك ومتحف الفنون الإسلامية في ماليزيا، ويضم أيضا أعمالا جديدة كلف بها فنانون منهم بابي بادلوف ونادية كعبي لينكي لتقديم تفسيرات أخرى لجيروم في القرن 21. مشاهدينا فكرة عن هذا المعرض في التقرير التالي. ها
عرض بين نظرة ونظرة يتحدث عن اللي هو إرث الفنان الفرنسي جاليان جيروم وأثره على حركة الفن الاستشراقي وكيف أثر على الفنانين اللي درسوا تحت يده، وأيضا كيف ممكن احنا نفسر حركة الاستشراق بطريقة إيجابية بدلا من الطريقة اللي هو السلبية اللي تم يعني المعروفة عن الاستشراق. في شيء تربوي كتير مهم للجمهور ليفهم شوي أكتر كمان شو معنى الاستشراق، خاصة اليوم واحد بيطلع هيدي الفترة بغير عيون. بعدين منفوت على التصوير، على فترة التصوير أوائل التصوير اللي هي كانت آلة كتير مهمة للفنانين الاستشراقية. هو جان ليون جيروم بتشوفه باللوحات تبعوله كيف كان يستعمل أشياء من الصور ويحطها باللوحات. هو حلو كتير كيف الفن الاستشراقي في كمان فكرة كأنه هو كوبي بيست مثل كولاج. There are many parallels between photography and painting in the 90s. هناك العديد من أوجه التشابه بين التصوير الفوتوغرافي والرسم في القرن التاسع عشر. كانت الصور الملونة شائعة جدا لأن الناس كانوا يلونون الصور يدويا باستخدام الألوان، وكانوا يستلهمون من تقنيات الرسم الانتقائي لاختيار اللون. يبدو ألا أن مفهوم الاستشراق تغير وأيضا النظرة للاستشراق، لهذا كان بين نظرة ونظرة. على كل يجمع فن جان ليون جيروم مشاهدينا بين اثنين من أكثر الاتجاهات شعبية في أعمال الفن أو القرن التاسع عشر، وهما الكلاسيكية الجديدة والاستشراق. نعم، في أعمال جيروم غالبا ما تتشابكتان الطريقتان من التعبير أسلوبيا مع الواقعية الفوتوغرافية القائمة على الاهتمام الدقيق بالتفاصيل. أجل ألا كانت زيارته إسطنبول عام 1853 كانت بداية انجذاب جيروم إلى الشرق الأوسط، كما وفرت رحلته الأولى إلى مصر بعد 3 سنوات وفرت المزيد من المصادر لتوسيع ذخيرته من الموضوعات الشرق أوسطية وما تعلق أيضا بشمال إفريقيا. واعتمد جيروم التصوير الفوتوغرافي الذي مثل ثورة تكنولوجية آنذاك ونقل الحياة بالتفاصيل إلى لوحاته. ويرى بعض النقاد أن أعماله كأنها وثيقة عن الأيديولوجيا الاستعمارية للغرب. أسئلة عديدة عن تجربة جيروم نطرحها مشاهدينا على ضيفنا من الجزائر الناقد نصر الدين دومي. أهلا ومرحبا بك معنا في ضفاف. بداية، في رأيك كيف يمكن تقديم الفن الاستشراقي في متاحفنا ومعارضنا العربية خاصة مع ما تعيشه المنطقة العربية اليوم من استهداف ممنهج لشعبنا وأرضنا؟ أظن أن الوقت الحالي عندنا ماضي، وهذا الماضي قد مدغناه وعرفناه، فمن الطبيعي أننا نرى هذا الفن الاستشراقي كوسيلة للتعارف ماذا حدث في التاريخ فقط. ليس لدينا المسؤولية عن التاريخ وعن صناع ذلك التاريخ. فالفن الاستشراقي دخل مع حملة استعمارية، فكانت حملة بكل معنى الحملات الاستعمارية، دخل معها فنانين وباحثون وحتى الرسامين الخرائط دخلوا مع الحملة، فكانت حملة ممنهجة تعمل بصفة عامة البلاط والاستعمار. أستاذ نصر الدين، يعني فمن الطبيعي أننا نرى ما حدث. نعم تفضل أستاذ، تفضل أكمل الفكرة. فمن الطبيعي أننا نرى أحداث الماضي بطبيعتها فقط
لا نزيد ولا ننقص عن الماضي، فالماضي هو ماضي والحاضر نراه بطريقة موضوعية فقط قراءة للتاريخ. أستاذ نصر الدين، تحدثت عن الحملة الاستعمارية، لنتحدث في نطاق أوسع عن الأيديولوجيا الاستعمارية. سؤالي هنا، ما هي النماذج الواردة في أعمال جيروم التي تشير إلى هذه الأيديولوجيا الاستعمارية من جهة، وسؤالي الثاني، إلى أي مدى يمكن قراءتها غير ذلك؟ إذا كان نكون وسيطين بالنسبة للأعمال جيروم، فهو أكاديمي من النوع الرفيع، وتقدم هذا الفنان من المدرسة الإيطالية فأبهر في من ناحية التقنية ومن ناحية الفنية. ولكن عندما نقرأ لوحات جيروم فإنه يعطي الأهمية للمستعمر قبل كل شيء. إذا رأينا صورة نابليون، فكلنا نعرف أنه نابليون كان بقامة قصيرة ولم يكن بقامة طويلة، فإن نراه شامخا عاليا واقفا صامدا، ومن ورائه ماذا نرى؟ نرى ماضي تعيس، حجارة عبارة على تاريخ فقط. وعندما نرى نابليون وهو فوق حصانه شامخا واقفا في المنظر الأول وفي المنظر الثاني والمنظر البعيد من حيث المنظور، فإن نرى سفينكس وهو أبو الهول. أبو الهول ما هو إلا عبارة على حجارة ميتة، أما نابليون فهو واقف وصامد وحي ما بين ماضي وحاضر، فالحاضر لهم والماضي لنا. نعم أستاذ نصر الدين، أنتج جيروم أعمالا تبدو واقعية لكنها من نسج الخيال، وهو الذي كان يعتمد تقنية البريكولاج. هل برأيك تعكس أعماله الصور التي تخيل بها الغرب الشرق، أي الخيال الذي كان سائدا في عصره؟ جيروم من هذه الناحية فكان مخرج مبدع، كأنه مخرج في ديكور مسرحي، ترى من خلاله شخصيات في مواقع عديدة في مواقع مختلفة بألوان طبيعية، ألوان رفيعة، نرى فيها الهندسة الداخلية والهندسة الخارجية. فجيروم كان يريد أن يظهر مظهر لائق جميل، يعني بالفرنسية الاستيتيك، كان يحوس يبحث عن الاستيتيك بالدرجة الأولى، لأن الاستيتيك هي التي تجعل من المشاهد يكون قريب من الجمال، فالناحية الجمالية كان مبدعا. ولهذا فهذه البروباغندا ذلك الوقت ذلك الزمان كانت تشيع هذه الأشياء، هذه من ناحية غير موضوعية. عندما نكون نظهر الفقر نظهره بالجمال فهذا غير موضوعي، وعندما نظهر البؤس بالجمال فهذا غير موضوعي، وعندما نظهر الحرب بالجمال فهذا غير موضوعي. فعندما نرى جيروم وهو ناحت، وكان ناحت في مستوى عالي، ينحت الجنرال أو الديك دورليون الديك دومال اللي يعتبر من الذين كانوا في الملحمة الاستعمارية من الأوائل، والذي قتل مئات الآلاف من الجزائريين، وهو واقف فوق حصانه، وفي الأسفل في القاعدة نرى الأمير عبد القادر وهو منحني منكسر، كأنه يستغيث من الفرنسي العفو والمغفرة. فماذا يدل هذا؟ يدل على هذا الانحطاط الذي وصل إليه هذا الجزائري، والارتفاع الذي وصل إليه هذا الفرنسي الذي استعبد الأرض والعباد. أستاذ نصر الدين، هذا من ناحية القراءة.
أستاذ نصر الدين، في هذه النقطة يعني في السياق يبدو جليا أنه قراءة فاحصة لكتاب الاستشراق لإدوارد سعيد تدفعنا لا محالة لإعادة النظر أو قراءة العديد من الأمور المرتبطة بالاستشراق لدى المستشرقين. هل تعتقد أن هذا الكتاب لإدوارد سعيد يعني قد أعاد قراءة العديد من الأعمال الفنية يعني الاستشراقية بما فيها أعمال جيروم برأيك؟ نعم نعم نعم. إذن لدينا اليوم الوقت الكافي للقراءة الصحيحة لكل الأعمال الاستشراقيين، لأن الاستشراقيين يريدون منا أن ننظر إلى هذه الوقائع بالمنظور الذين يحبونه، بالمنظور الذين أختاروا، حتى المستشرقون الذين دخلوا في أمور عقائدية إلى آخره، فإنهم يرون الأشياء مثل ما يحبون، وعلينا أن ندخل في سياقهم. إذن إعادة النظر إلى كل ما هو مستشرق هو يعني من 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 الواقع الحديث اللي رانا فيه اليوم، نرى بمنظور جديد، منظور ليست فيه الشواهب، ليست فيه تعقيدات أو عقد، نرى تاريخنا ونحن قادرين على فوات الفرص التي تبدو فيها شحناء أو أي شيء آخر. إذن قراءة اليوم، القراءة لكل المستشرقين هي قراءة قد تكون من ناحية الجمالية نستطيع أن نأخذ منها، ومن ناحية التاريخية نستطيع أن نأخذ منها، وعلى المشاهد وعلى المستطلع أن يختار الشيء الذي يناسبه في الحياة. نعم أستاذ ناصر الدين، يعني هل برأيك بعد كل ما تفضلت به يعني الاستشراق الفني هو معرفة الشرق الهادفة إلى تبادل المعرفة والثقافة، أم أن الاستشراق هو وجه آخر للهيمنة الغربية؟ عندما دخل المستشرقون إلى المشرق وخصوصا إلى شمال إفريقيا، دخلوا بنظرة فولكلورية استهزائية بكل الحضارة التي كانت، فكأنما دخولهم إلى هذه المواقع كانت نظرة علوية وليست سطحية، كانت نظرة علوية ينظرون إلينا من الأعلى ونحن في الأسفل. فهذه الحضارة التي كانت أقدم، وهم يعلمون أنها أقدم من حضاراتهم وأقدم من تاريخهم وأقدم من فنونهم، فغيروا الواقع ومزجوا فيه كل المعلومات التي تخدم إيديولوجية استعمارية بالدرجة الأولى، ونحن نرى أنفسنا داخل هذه الإيديولوجية، نرى أنفسنا من ناحية الضعف وليست من ناحية القوة. فلهذا علينا أن نرى خصوصية المرحلة التي كانت، بالمعالم التي كانت، وبالقراءة التي نريدها نحن اليوم فقط. مهم جدا طبعا أن نعي جوهر الأشياء بالنظرة الصحيحة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الجزائر الناقد الفني نصر الدين دومي، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءة المعرفية في حلقة اليوم من ضيفة. شكرا لك. مشاهدينا نتوقف لفاصل قصير، نعود من بعده لمتابعة فقرات ضفاف، رافقونا. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التي نتعرف فيها على جوائز مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 45 التي اختتمت الجمعة. نبدأ بالمسابقة الرئيسة، المسابقة الدولية، حيث توج الفيلم الروماني العام الجديد الذي لم يأتي أبدا للمخرج بوجدان موريشانو، توج بجائزة الهرم الذهبي لهذا المهرجان العريق. إلى ذلك مشاهدين، حصل الفيلم الروسي طوابع بريد للمخرجة ناتانيا نازاروفا على جائزة لجنة التحكيم الهرم الفضي. نبقي على صعيد الجوائز، نتحول الآن إلى جائزة الهرم البرونزي لأفضل عمل أول للمخرج بيدرو فيريري عن فيلم مالو من البرازيل. وإلى ذلك نال الفيلم الإيطالي فيتوريا جائزة أفضل سيناريو، فيما ذهبت جائزة أفضل اسم فني منصفة لفيلمي آيشا
من تركيا إخراج نجمي سانجاك، ودخل الربيع يضحك من مصر إخراج نهى عادل. جوائز أيضا حصلت البرازيلية يارا دي نوفايس على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم مالو، بينما ذهب جائزة أفضل ممثل منصفة إلى لي كان شينغ من تايوان والروسي ماكسيم ستويانوف. نستعرض باقي الجوائز. منحت لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد فبريسي مشاهدين جائزتها للفيلم المصري دخل الربيع يضحك، وهو من إخراج نهى عادل. في مسابقة الفيلم الفلسطيني فاز بالجائزة فيلم أحلام كيلومتر مربع إخراج قسام صبيح، وحصل على المركز الثاني فيلم حالة عشق للمخرجتين كارول منصور ومنى خالدي، وجاء في المركز الثالث فيلم أحلام عابرة للمخرج الشهير والقدير رشيد مشهراوي. ماذا عن باقي المسابقات؟ مسابقة أفلام المسافة صفر التي ضمت 22 فيلما قصيرا من غزة فازت بالجائزة أفلام التالية: جلد ناعم للمخرج خميس مشهراوي، وفيلم خارج التغطية للمخرج محمد الشريف، ويوم دراسي للمخرج أحمد الدنف. في مسابقة أفاق سينمائية ذهبت جائزة أفضل فيلم عربي في هذا المهرجان للفيلم الفلسطيني حالة عشق، كما نالت نهى عادل جائزة أفضل مخرجة عن فيلمها دخل الربيع يضحك، وحصل الفيلم اللبناني أرزا على جائزة أفضل سيناريو. إلى ذلك مشاهدين فازت الممثلة اللبنانية ديامون بوعبود بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم أرزا، كما نال المغربي محمد خوي جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم المرجى الزرقاء. هذا إذن مشاهدين فيما يتعلق بمهرجان القاهرة السينمائي. أما الآن في مهرجان أجيال السينمائي 2024 الذي اختتمت أمس فعالياته هنا بالدوحة، يعني دورته 12، جاءت نتائج مسابقات مهرجان أجيال 2024 على النحو التالي، لنستعرضها سويا. جائزة محاق لأفضل فيلم طويل كانت من نصيب فيلم بلوك 5 للمخرج السلوفيني كليمن ديفورنيك، بينما ذهبت جائزة محاق لأفضل فيلم قصير لفيلم زجاجات للمخرج المغربي ياسين الإدريسي. أما جائزة هلال لأفضل فيلم طويل لها فيلم البحث عن أماني من إخراج الكينية ديبيرا أروكو والأمريكية نيكول غورمي، بينما نال الجائزة عن الأفلام القصيرة فيلم عصفور كشاف من إخراج اللبناني دوان قاوقجي. إلى ذلك مشاهدينا نستعرض جوائز أخرى لهذا المهرجان، مهرجان أجيال. ذهب جائزة بدر لأفضل فيلم طويل لفيلم شكرا لأنك تحلم معنا للمخرجة ليلى عباس، وحصل المخرج أمير يوسف على جائزة بدر لأفضل فيلم قصير عن فيلمه أبوليون، ونال جائزة جمهور أجيال فيلم سوداني غالي للمخرجة هند مدب. أما جوائز صنعة في قطر، جائزة أفضل فيلم ارحل لتبقى الذكرى لعلي الهاجري، توج طبعا ضمن هذه الفئة جائزة صنع في قطر جائزة أفضل إخراج لبول أبراهام وعبد الله الحر عن فيلم قلوي. أما الجائزة الأخرى ضمن هذه الفئة مشاهدينا الكرام فتتعلق بجائزة عبد العزيز جاسم لأفضل أداء تمثيلي، حيث توج فيها علي الهاجري عن ارحل لتبقى الذكرى. هذا إذن مشاهدينا الكرام فيما يتعلق بهذين المهرجانين السينمائيين. فقرتنا الآتية جولة ثقافية في عواصم ومدن عربية، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا، جولتنا الثقافية نبدأها من الأردن، حيث افتتح في المركز الثقافي الملكي بالعاصمة عمان معرض فني بعنوان ريشة وقضية اثنان، وذلك ضمن فعاليات يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني. شارك في هذا المعرض الذي نظمته جمعية معارف مقدسية للتراث والثقافة شارك 91 فنانا وفنانة من مختلف أصقاع العالم. التظاهرة الفنية أبرزت أعمالا إبداعية من وحي معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم حرب،
كما كانت الرموز الفلسطينية حاضرة بقوة في لوحات المشاركين. نتابع. يعقد معرض ريش بقضية 2 هذا العام في ظلال اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني برعاية كريمة من وزارة الثقافة، حيث شارك ما يقارب 100 فنان من جميع أنحاء العالم. كل هؤلاء ينقشون بريشتهم معاناة الشعب الفلسطيني ويذكرون أن الشعب الفلسطيني يعاني، حيث لم ينسى قضية اللاجئين، ما يقارب من 7 ملايين فلسطيني خارج فلسطين ينتظرون العودة. ونبرز اليوم أيضا قضية غزة العزة التي تصمد الآن أمام الاحتلال في هجمة شرسة من الإبادة والتهجير والتجويع وعدم وجود مأوى. شاركت بلوحة سميتها غزة صمود، رسالة لأهل غزة ظلكم صامدين إحنا معكم. وأنا شاركت بهاي اللوحة وحكيت إنه في بيوت مهدومة وألعاب الأطفال محروقة وهم محاصرين، هناك قبور، رغم هيك تدل شجرة الزيتون على صمودهم وأنهم لن يتزعزعوا من مكانهم. في لوحات فعليا تحاكي الواقع، تحاكي المأساة الفلسطينية، هذا لمسته في عدة أعمال موجودة. أطالب بشكل معمق أو عميق بأن احنا نكثف من الأعمال الفنية التي تختص بالقضية الفلسطينية وتتناول جزئياتها وتكشف زيف الرواية الكيان الصهيوني التي يتناولها على مر التاريخ. فعلا أعمال مؤثرة جدا من واقع أليم. خالد، استوقفني على طفل صغير لكن بفنه كبير. نواصل جولتنا مع مدن وعواصم عربية، حيث قام قصر الثقافة والفنون في كردستان قام معرضه التشكيلي العام الذي يجمع عشرات الفنانين التشكيليين العراقيين من جميع أنحاء البلاد. نعم، المعرض يضم مجموعة متنوعة من اللوحات تتناول مواضيع متعددة وتعكس التنوع الثقافي والفني العراقي. تنوع إذا تجسد من خلال أساليب الرسم المختلفة بين الواقعية التعبيرية الانطباعية، مما أتاح للزائرين فرصة للتعرف عن كثب على مدارس فنية متعددة تعكس غنى التجربة التشكيلية العراقية، لنستكشفها سويا. بالنسبة لي الرسم كهواية واتجهت إلى الواقعي أكثر، وبالأخص البغداديات، لكون أنه البغداديات أو التراث البغدادي يحمل الكثير من الرموز اللي القليل مهتمين بها، وإن شاء الله إحنا حتى تكون أنه دافع للجيل الجديد. أستخدم الطريقة زيتي، إذا قصدك الزيتي، يعني الزيتي أنه أولاً يتماشى ويا نوع الرسم لكونه تراثي، وهي أقدم الألوان اللي استخدمت هو الزيتي. الغاية من المعرض أو مشاركتنا بهذا المعرض رغم العناء اللي لقينا، بس أنه مجرد جمع الشمل للفنانين بشكل عام للجميع، هذا يمثل أن أفضل رسالة أنه كفنانين أولاً وإنسان ثاني. أنا رسمت مختلف المدارس الفنية، رسمت تجريدي، رسمت واقعية، رسمت تعبيري. يستهويني الرسم بالواقعية أكثر الأحيان،
خصوصا هدفي انه الواقعيه العراقيه تكون يعني فد اسم مميز عالميا ومنحى عالمي معروف ان شاء الله. واليوم لوحتي انا بهذا المعرض هي من الواقعيه العراقيه. هو اول هدف انه يصير الفن التشكيلي العراقي بخطوط مشتركه، يعني الفنانين العراقيين تجمعهم سمات بحيث لما اشوف اللوحه حتى اذا في خارج العراق تعرف انه هاي اللوحه عراقي باسلوب عراقي. ايجاد اسلوب عراقي مميز هذا هدف كل الفنانين العراقيين، والتجمعات الفنيه والمعارض هي السبيل الرئيسي لسلوك هذا الطريق. أرسم من بورتريت وخصوصاً النساء محجبة تستهويل بدون حجاب، وحاول إن شاء الله عن قريب أرسم إنشاء تصويري جمع الفنانين في معرض واحد، هو اطلاع على إمكانيات الفنانين ومواضيع اللي يرسموها وجدواها، يعني الغاية من هذه الرسومات قسم رسومات من الواقع، قسم من الخيال، قسم شتى مدارس التصوير الموجودة، وكل حسب رغبته وإمكانيته بهذه المواضيع. ختام حلقة اليوم من ضفاف مشاهدينا، شكرا لكم على المتابعة، نلقاكم في الغد في موعد جديد. شكرا لخالد. شكرا موصول لك آلاء ولفريق الخدمة. مواعيدنا ضمن برنامج ضفاف تحمل في طياتها الكثير من الثقافة والفنون. دمتم بخير، إلى اللقاء.